بسم الله الرحمن الرحيم. الآن راح نبدأ بسكشن 5 السي كويشنز اوف يونت 2 اوف بار 2 سي ام اي 2020. هذه هي السكشن 5 وهو آخر سكشن بحمد الله السي كويشنز اوف يونت 2. عنوان اليونت فرود اند ريسك مانجمنت الاحتيال وإدارة المخاطر وطبعا السي كويشنز فقط اليوم بهذا السكشن اللي هو 2.5. حنبدأ ب السي كويشنز رقم السكشن 5. عندنا ثلاث مسائل: سيناريو فور السي كويشنز، حبكة السؤال أو قصة السؤال أو هكذا هو السؤال. From an auditor perspective، من وجهة نظر الأوديتر. Fraud is an intentional. Fraud، الاختلاس أو الاحتيال، هو عبارة عن عمل مقصود intentional act by one or more individuals، بفرد أو أكثر من واحد شخص. Involving deception، شاملا الخداع. That result in material misstatement، والذي يؤدي إلى misstatement، يعني بمعنى of audit financial statements، أن القوائم المالية كانت لا تعبر عن الوجهة الصحيحة أو المبلغ الصحيح أو الأرقام الصحيحة أو الوضع الصحيح بشكل مهم، material مؤثر. The types of fraud relevant to an، أنواع الاحتيالات التي لها علاقة to an auditor are، للأوديتر are fraudulent financial reporting، اللي هو تقارير مالية مغلوطة، مغلوطة بقصد يعني فيها تحايل. And misappropriation of assets، وسوء استخدام الأصول. إذا في نوعين، يا بتطلع تقارير فيها خطأ كبير، يا أنه تم استخدام الأصول بشكل غير مناسب أو اختلاس الأصول. Questions: Explain the differences between fraudulent financial reporting، اللي هو التقرير المالي اللي في احتيال، اللي في غش وأكيد في قصد، and misappropriation of assets، وسوء استخدام الأصول. The likely perpetrators of each، ومن هو أكثر الناس اقترافا، من يقوم بهذه الأعمال السيئة، of each and their effects، وتأثيرهم، تأثير هذه الأعمال. Also which is of most concern to an auditor، وأيهما أكثر اهتماما، يعني بمعنى الأوديتر بيهتم فيهم أكثر أو بشد الأوديتر أكثر. طيب سؤال ثاني، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: Managers and auditors often study red flags، الإدارة والمدققين سواء الداخليين ولا الخارجيين غالبا أو على الأغلب بيدرسوا إشارات حمراء أو مؤشرات حمراء أو أعلام حمراء أو يعني بوادر، يعني مؤشرات في ظواهر حمراء. List 10 red، رتب، اكتب 10 flags، مؤشرات أو أعلام أو whatever، تؤشر على أن هناك أمرا قد يحصل. That might indicate، والتي قد تؤشر على، indicate the responsibility of fraudulent financial reporting، من هو المسؤول عن التقرير المالي الذي يشمل احتيالات أو لبس معين أو اختلاس معين أو تآمر معين أو whatever. سؤال ثلاث، هذا السؤال الثاني خلص. سؤال ثلاث: List 10 red flags، 10 مؤشرات كمان، that might indicate، والتي قد تؤشر، the possibility of misappropriation of assets، والله أسئلة رائعة بصراحة، والتي قد تؤدي إلى احتمالية أنه سوء استخدام الأصول. سؤال أول، an official answer، هاي الأول. Fraudulent financial reporting، التقرير المالي الاحتيالي اللي في احتيال، consists of، يشمل of
intentional misstatement or omission، يعني إشي مقصود intentional بقصد بنية مسبقة، misstatement تلاعب بالأرقام أو تغيير الأرقام أو إعادة ترتيب الأرقام على يعني بحيث إنه تكون مش لا تعكس الواقع، or omission أو إسقاط أحداث معينة يعني ترك أحداث، عدم إظهار معلومات معينة إلى آخره. It is most often غالبا تحصل committed by management. مين اللي بيقدر يعملوا على هالشغلة هاي؟ المدراء الإدارة مش الـ individuals. To deceive لكي يخدعوا الـ financial statement users اللي هم مستخدمي القوائم المالية، حتطلع لهم برا بالنسبة للـ external users. وإذا بدك تشوفها chapter 1 2 3 من البارت الأول. It may involve وقد تشمل altering accounting records، اللعب بالأرقام المحاسبية بالسجلات المحاسبية، تغيير السجلات altering معناها تغيير، misrepresenting or omitting material information، عدم إظهار معلومة مهمة جدا بشكل غير عادل، أو إسقاط تلك المعلومة قد لأنها قد تؤثر على القوائم المالية أو المطلعين على القوائم المالية، and misapplying accounting principles أو تطبيق بطريقة غير مناسبة للقوائم للقواعد للقوانين أو المبادئ المحاسبية زي الهيستوريكال زي الأوبجكتيفيتي زي الماتشنج زي يعني مسميات كثيرة. It is the focus of external auditors. هذه أن تركيز الـ external auditors and the concern of regulatory bodies. يتم تركيز الـ external auditors على هذه الأمور. وكذلك الـ regulatory bodies اللي هي الأجسام نسميها المؤسسات المنظمة تبعت أمريكا such as BCAOB اللي هي طلعها سوكس، أيام سوكس طلعت Public Company Accounting Oversight Board والتي تراقب على على شركات الـ Public Companies اللي هي 500 شركة Public Companies ولستد في السوق المالي، and the SEC اللي هي Security Exchange Commission اللي هي كمان بتركز على هذه الأمور. إذا الـ External Auditors والـ BCOB والـ SEC. نكمل. The objective of fraudulent financial reporting، شو أهداف إنك أنت ترفع قوائم مالية فيها احتيال عدم وضوح، is usually to overstate the operational performance، لتضخيم الأداء العمليات مشان نقول والله بعنا كثير وربحنا كثير، or financial position أو البالانس شيت إنه والله بدل ما يكون عندهم 500 ألف بصير عندهم مليون أصول مثلا أو وهكذا، of the reporting entity للمؤسسة التي ترفع التقارير هذه عنها. However it occasionally has been used to report lower profit، وأحيانا قد تستخدم مشان ترفع profit قليل for purpose of reducing income tax expense، مشان يقللوا الضريبة المفروضة عليهم، لأنه كل ما قل profit بتقل الضريبة، إذا هذا تحايل آخر، أول إشي تضخيم وثاني إشي تحايل بالتقليل. The perpetrator المقترف الذي يقوم بهذا العمل often does not directly benefit from the fraud، عادة ما بيكونش مستفيد من هذا الاحتيال لأنه ما بيسرق، هو بده يبالغ مشان يغطي على شغلات معينة بس ما في سرقة، and the company does not lose any assets، والشركة ما بتخسر أصول. The purpose is essentially الهدف هو جوهريا to conceal the actual financial situation، ليخبي يخفي الوضع المالي الحالي الفعلي، يكونوا مثلا ربحانين قليل ويمكن يتفنش هذا المدير فبدهم يضخموها او بدهم يقللوها مشان التاكس بيربوسز. تيبيكالي بشكل نموذجي the only parties hurt by financial statement fraud، الجهات التي تتأثر وتضطرب وتتضرر بسبب القوائم المالية اللي فيها فرود يعني احتيال are outside investors، المستثمرين الخارجيين اللي بدهم يشتروا أسهم بيشتروا أسهم على أساس غلط أو اللي بيبيعوا الأسهم على أساس غلط، and creditors والدائنين بيقرضوا الشركة وبيظلوا يقرضوا الشركة والله وضع الشركة ممتاز بيدروش إنه الشركة تعبانة ومتبهدلة، who were deceived خدعوا
الايش اللي هم الانفسترز والكريديترز باي ذا مانيبيوليتد فاينانشال ستيتمنتس بالقوائم الماليه التي يتم التلاعب بها، لانه في تلاعب بالارقام. كمان مس ابروبريشن اوف اسيتس، اللي بيلعبوا بالاصول هذول اللي بيختلسوا الاصول، استفت اي اختلاس اوف اسيتس، سرقه. It is most often committed by employees، عادة بيعملوها الموظفين. It may involve theft، ممكن تشمل اختلاس of physical or intangible assets. Physical يعني أصل سيارة أو فلوس أو قطعة غيار أو كذا، or intangible assets الأصول الغير ملموسة. تمام؟ إذا شو معناته theft of intangible assets or physical؟ يعني أصول غير ملموسة وأصول ملموسة. Embezzlement، embezzlement معناها شو؟ اختلاس كذلك من خلال collection of receivable، بأخذوا المحصلات المتحصلات وبيودعهمش بيودعهمش بالحسابات، بأخذ من الكاستمر وما بودع ما بسجلها بالحسابات. on an act that causes payment for items not received، وبالتالي هنا فاصلة. an act that causes payment for item not received، أو أن هناك عمل يتم من خلاله دفع مبلغ معين لقطع لم يتم استلامها أو سيارة لم يتم استلامها، يعني مورد وهمي. or use of entity assets، أو استخدام الأصل تبع الشركة for personal reasons، سيارة بنزين إلى آخره، بأخذ الآلة بأخذ الكمبيوتر بيستخدمه بالبيت، reasons for personal reasons أسباب شخصية. misappropriation of assets may be beneficial، استخدام هذه الأصول أو عدم إساءة استخدام الأصول قد يكون مفيد to the perpetrator اللي هو الذي يقترف هذا الأمر. who obtains the ill-gotten assets، ill-gotten assets الأصول المكتسبة بشكل غير صحيح، إذا هو يحصل على أصول بطريقة غير شرعية، سارقها مختلسها سيارة بيستخدمها. أوكي. moreover the company is harmed because، والشركة كمان بتتأثر وبتتضرر، because someone has stolen its assets، stolen its assets معناته حدا سرق الأصول تبعتها، إذا الشركة تتأثر. in some cases ببعض الحالات the financial statement are also misstated، وهذا يؤدي إلى تغطية نقصان النقود أو الكاش، معناته إيش البيانات اللي طلعت بالقوائم المالية غير صحيحة misstated. بنرجع السؤال الثاني. managers and auditors often study red flags، list 10 من red flags المؤشرات الخطيرة التي قد تؤثر، that might indicate التي تؤشر على possibility of fraudulent financial reporting، احتمال حدوث تقارير مالية مضللة، fraudulent يعني فيها احتيال. نشوف اثنين، ما هي الفلاجز؟ risks factors or red flags، مؤشرات أو عناصر خطر that indicate fraudulent financial reporting include the following، والتي تؤثر تؤشر على أن هناك تقرير مالي احتيالي في خلل في مشكلة. A report include the following، تشمل ما يلي: performances too bad or too good to be believed، الأداء ممتاز جدا أو سيء جدا، السيء جدا في سرقات والممتاز جدا في مبالغات، وبالتالي اثنين فيهم غلط. threat of imminent bankruptcy، احتمال انه والله في احتمال تروح الشركة لبانكربسي. foreclosure or hostile take over، أو انه somebody بده يحاول يسيطر على تلك الشركة. إذا هذه الأمور كلياتها مؤشرات على أنه في خلل معين بالشركة. اوكي، حجوزات على يعني اصول الشركه، الفوركلوجر معناها حجوزات على اصول الشركه كانت مرهونه والحجز عليها، اذا في مشاكل ماليه. طيب هاي تيرن اوفر اوف سينيور مانجمنت، المدراء قاعدين بيستقيلوا، كل ما جاء واحد بيقول له شهرين ثلاث سنه بيشوف الوضع سيء بنزم. اوكي،
كونسل المجلس كمان بيستقيل، البورد ممبرز بيستقيلوا، بتبدلوا، تيرن اوفر معناه بتغيروا. اكسيسيف بارتيسيبيشن اوف نون فاينانشال مانجمنت، شو يعني؟ يعني المدراء اللي ما لهمش علاقه بالماليه والمحاسب يصيروا يتدخلوا. يا عمي غير لنا الدبريشيشن تبع الاله، حاط لي 5 سنين اعملوا 10 مشان تقل المصاريف، مشان تقل المصاريف الديبريشن اكسبنس، مشان تزيد الانكم. ان سيلكشن اوف اكاونتنج برنسبلز اور ديتيرمايننج استيميتس، هاي استيميتس، او اعملوا لنا على الطريقه اللي بتخلي الارباح اكثر على الفايف ولا اللايف حسب صعود الاسعار. يعني بتدخلوا كثير بالموضوع، ليه؟ لانه عندهم مشاكل معينه او بيخفوا مشاكل معينه. strained relationship between management and external auditor، توتر بالعلاقات بين الإدارة وبين الإكسترنال. طبعا الإكسترنال بده يكشفوا وبدهم مش يكشفوا، في توتر. known history of security laws violation، تاريخ الشركة فيها مخالفات كثيرة في قضايا الأسهم والسندات ومخالفات ومش عارف شو مسجلة بالأس إي سي إلى آخره، كمان بيأشر على أنك أنت شركة عندها مشاكل. industry or market declines، انخفاض السوق تبعها او انخفاض بشكل عام بالاندستري كلها، اذا معناته بيخفي مشاكل معينه. weak cash flow، التدفق النقدي قليل خفيف، معناته في مشكله. significant related party transaction not in the ordinary course of business، هناك حركة مالية تمت بين عضو مجلس إدارة له شركة أخرى مع هذه الشركة التي هو عضو فيها، وهذا كان significant، يعني حركة مالية قوية، حركة بيع شراء قوية، وفي أمور في ظروف غير طبيعية ordinary not in the ordinary course of business، هذا بيجيب شبهة. highly complex transactions، شو يعني؟ يعني في حركة مالية وفيها بضاعة وفيها آلات وفيها كاش وفيها مرتجعات وفيها receivable وفيها مش عارف شو payable، قصة مشان تختفي المؤامرة اللي تتم بداخل الشركة. transaction in tax haven jurisdiction، يعني عملوا حركة مالية في منطقة ما فيهاش فيها ملاذ ضريبي معين، بمعنى انه يعني في دولة يعني ما هيش معروفة او كذا وهيك شيء، يعني معناته الامور غير واضحة، في شبهة بالموضوع. unrealistic sales or profitability incentives، في مبيعات غير حقيقية، وهذه بتصير، بصيروا عملوا مبيعات 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 مشان يزيدوا الايرادات، مشان على الأقل حبر على ورق، للأسف الشديد وهذا كانت تحصل عند الناس. or profitability incentives، مشان شو؟ مشان إنه والله مشان يزيد البروفيت، المدير بصير يعمل مبيعات مشان يزيد البروفيت، مشان يأخذ نسبة، للأسف الشديد لأنه له نسبة من المبيعات ونسبة من الأرباح، أو يعني whatever، كلها مآسي. unusually rapid growth، نمو غير طبيعي كبير جدا، which means إنه في مشكلة برضو، في إشي مغطى، في إشي مخفي، في إشي مؤامرة، في إشي تتم بداخل الشركة. pressures to meet analyst earning prediction، ضغوطات لتحقيق توقعات المحللين الذين وضعوها بالبجت، السنة الجاية بدهم يعملوا من profitability مثلا 20% مشان الاندستري يتناغموا مع الاندستري تبعتهم. طب كيف هذا بده، كيف بدهم يعملوا؟ بدهم يضطروا يحطوا ارقام غلط، يعملوا مبيعات غلط، يعملوا مبيعات غير حقيقية، يقللوا من المصاريف، يعملوا capitalization للاكسبنسز العادية الى اخره. اوكي طيب، كلام كثير لكن الموضوع سهل ان شاء الله. السؤال الثالث، السؤال الثالث بيقول list 10 red flags that might indicate the possibility of misappropriation of assets، من خلال الأشخاص مين بيلعب بالأصول، مين بيختلس الأصول. إذا ثلاثة red flags: risk factors or red flags that indicate possible misappropriation of assets include the following. misappropriation of assets طبعا عادة تتم من خلال الانديفيدوالز الموظفين. missing documents for transaction، مستند ضايع مؤشر على أنه هناك اختلاس. large amount of cash on hand، ما شاء الله حاطينك بالعشرة الالاف، باخذها قد ما بده بيشتغل وبرجعها ثاني يوم. high valued but small size inventory on hand، high valued شو؟ مجوهرات high valued but small size inventory on hand، لكن في عندنا كمية قليلة. وين راحت المجوهرات اللي قطع حقها مليون مثلا؟ because they are easy to steal، بيسرقوها بسرعة المجوهرات، قطعة صغيرة.
unexplained budget variances، اختلافات بالبجت، الإيرادات مع الإيرادات. مقررين يعملوا 10 مليون أو 100 مليون، طلعت عندهم 80 مليون في 20. وين راحوا ال 20 مليون هذول؟ بدنا ندور وراهم، لأنه في بجت، والبجت لازم مبنية على أسس وعلى طرق وعلى قواعد. رجعوا له شابتر 10 من البارت الأول. أوكي. فيلر مثلا، او الكوست، التكاليف مثلا 10 مليون طلعت 15 مليون، اذا في مشكله، اختلاسات، زياده صرف، صرف بدون ضوابط الى اخره. فيلر اوف سيرتين امبلويز تو تيك فاكيشن، في واحد دائما لابد، مش راي يرحم، مش راضي يروح اجازه. اذا ان امبلوي هو از بيربتريتد ا لونج تيرم فرود، من يقترف خطا لا يستطيع تغطيته الا مع الزمن، لونج تيرم فرود، such as lapping of receivable. شو معنى lapping of receivable؟ انه كل ما حصل مبلغ بحطه بجيبته وبستنى الريسيفبل الثاني تيدفع بسدد القديم، وبيجي الجديد بيدفع بسدد اللي بعديه، وهكذا. lapping بيظل ايه، يلعب بالفلوس، وبيظل دائما متاخر في التسديد. cannot risk that his or her replacement will uncover the fraud. اذا بدوش يجي حدا محله مشان ما يكشف الخطا، بيظل قاعد هو لانه بيعرف القصه، البيرو غطا زي ما بيقولوا. Thus fraud perpetrators are often the most reliable in terms of attendance. من يقترف هذا الخطا عاده are often the most reliable in terms of attendance. اذا هو ممكن انه ينعرف من خلال دوامه دائما، او انه ممكن انه ما دام هو موجود ما راح ينكشف، وبالتالي هو the most reliable in terms of attendance، يعني اكثر الناس ثقه في قضيه الدوام. اذا هذا ممكن يكون مخفي بشيء معين، المهم ان هالفكره واضحه. unusual write off receivable، شطب ديون بطريقه غير طبيعيه، ديون على كاستمرز، معناته حصلوهم وخذوهم وتقاسموهم. failure to follow up on past due receivable، ما بيتابعوش الديون قديمة سنتين وسنة، وكنا مؤسسة يعني بعض الشركات بتظل 10 سنين، طب وين روح الفلوس هاي؟ يمكن تحصلت بس ما سددت. طيب shortages in delivered or received shipments، شو يعني؟ في بضاعة استلمت فيها نقص، معناته في مشكلة، قد يكون مشكلة. كمان poor supervision، ما في رقابة، زي ما بيقولوا المال السايب بعلم الناس السرقة. a lack of supervisors provide an opportunity to an employee who needs extra money، باخذ فلوس لأنه ما عليه رقابة. products or services purchased in excess of needs، products or services purchased in excess of needs، بيشتروا كميات أكثر مما تحتاج الشركة، إذا هم بيستخدموها، بعض الموظفين بيسرق منها، بيختلس منها، أو بيشتريها بيبيعها لجهات ثانية. payroll checks with a second endorsement، particularly if the second endorsement is that of the another employee. إذا شو معناته payroll checks with second endorsement؟ هذه الشيكات التي تخرج بتوقيعين، خاصة إذا الموقع الآخر موظف، إذا في لعبة. employees on the payroll who do not sign up for benefits، الموظف اللي بشؤون الموظفين بقائمة الرواتب شو ما وقعش for the benefits، انه استلم او اخذ المكافأة او كذا، اذا هون في مشكلة. non-existent مش موجود، او ghost خيالي وهمي، employees do not pay for benefits such as insurance، اذا هذول ما بيدفعوش اللي هي المنافع تبعت الانشورنس او التامين على الحياه او كذا. هذه كلها مؤشرات على هالموضوع هذا، انه الامبلويز اون بيرول هو دو نوت ساين اب فور بينفيتس، معناته في شك ان هناك موظفين وهميين يتم اختلاقهم، وبالتالي يتم صرف مبالغ لهم وبيسلموها جماعتهم اصدقائهم قرايبهم المزورين على الاقل. اند دوكيومنتد بيتي كاش اكسبندشرز، بيتي كاش ما فيها مستندات للصرف، ما في فواتير، بس صرفنا وصرفنا، وين راحت؟ صرفنا بس ما في فواتير. common addresses on payables refunds and payments،
عناوين عامة شاملة مش محددة بالنسبة للبيبلز اللي هو accounts payable اللي هو الكريديترز والريفاندز والمرتجعات، دفعنا لهم ورجعوا لنا ما فيه. عناوين اور بيمنتس، البيمنتس الهم لمين؟ ممكن تندفع لحد ثاني. اذا ما في عناوين محدده، ما في تلفونات، ما في ريبريزنتيتيفز، ما في شخص يصدر باسمه الشيك الى اخره. Addresses or telephone numbers of employees that match those of supplier or others. أرقام تلفونات لموظفين نفس أرقام تلفونات السبلايرز، معناته الموظف بتعامل مع السبلاير وبالتالي احتمال فيه لعبة بيناتهم كيك باكس وكذا، بيشتري منه وبعطيه جزء من المشتريات وكذا of supplier or others. Complaints by customers such as I paid this. بيجي الكاستمر يقول يا عم انا دافع، ليش طالبين مني فلوس؟ And I'm still being billed. Still in فوتريني وانا دافع. شكوى مباشرة. Disorganization or poor housekeeping. عدم تنظيم. أو poor housekeeping in inventory. ما فيش تنظيم للقطع بالمخازن. Warehouse that inhibits discovery of inventory theft. والتي يمنع، لو رتبوا المخازن تمنع عملية اختلاس وترتيب المخازن وسجلات وكذا وعمليات جرد وهيك شيء، إذا ما في فوضى معناته في اختلاسات ومؤشر على الاختلاس. أوكي؟ inhibits معناها يمنع. Discovery of inventory theft ملخبطة، ما حد يقدر يكشف هذا الاختلاس. أوكي، بنكون خلصنا اليونت 2 of part 2 is fulfilled. الحمد لله الاسي كويشن خلصناها، ومنقدر نقول والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.